أستاذ ماجد سعد رئيس المنظمة المصرية الألمانية معنا على الهاتف. مساء الخير أستاذ ماجد. نتحدث عن انتخابات المصريين في الخارج، يعني وأنت بتتحدث إلينا، كيف تابعت هذه الانتخابات إلى الآن؟ جميعا ولا حضرتك أستاذة سحر، وتحياتي للمصريين في الداخل والخارج. أهلا بك يا فندم. أنا وزوجتي كنا موجودين هنا أمام القنصلية المصرية بمدينة فرانكفورت الساعة 8:30، وكان معانا الدكتور ثروت قادس رئيس المجلس الأعلى للجاليات. حرصنا على تواجدنا قبل ما القنصلية تفتح أبوابها علشان نكون بالأعلام ونكون بنستقبل الناخبين. وفتحت فعلا القنصلية أبوابها الساعة 9 الصبح بوجود سيادة القنصل العام أمين بيه حسان وكل أعضاء البعثة الدبلوماسية في مدينة فرانكفورت، وكلنا كنا باستقبال الناخبين. وحاجة أول مرة تحصل يا أستاذة سحر إن احنا نلاقي 9 إلا 10، 9 إلا ربع وجود ناس حريصة على إن هي تكون أول واحدة أو أول واحد، وهي كانت سيدة على فكرة، كانوا عايزين يبقوا أول ناس ينتخبوا في هذا الصندوق. يعني دائما المرأة بتضرب المثل الأعلى في المشاركة، فخور الحقيقي يعني. نعم أنا فخور بذلك، وفخور بذوجتي أيضا اللي كانت مصممة إن احنا، هي بتقول لي أنا عايزة أبقى أول واحدة، أنا عايزة أبقى أول واحدة. فلقينا واحدة فعلا موجودة برضه هناك، قلنا لها اتفضلي حضرتك. وطبعا كان مشهد ممتاز جدا. الدكتور ثروت قادس وهو يعني عنده 81 سنة كان برضه عايز يكون متواجد من قبل ما القنصلية ما تفتح. احنا بنشوف او مصريين الخارج بيشوفوا الانتخابات المصرية مش انتخابات تقليدية عادية، بل احنا بنشوفه عرس انتخابي، لانه فعلا هو بيجمع المصريين كلهم في يوم او في 3 ايام، فاحنا بنحب نحتفل بهذا اليوم. يعني كنت اتحدث مع ضيفتي في الاستوديو الأستاذة هبة زين، وهي باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن وعي المواطن المصري في الداخل وفي الخارج بأهمية المشاركة في هذه الانتخابات. كيف يعني ارتأيت أثناء متابعتك للانتخابات في فرانكفورت؟ معلش أنا آسف مش فاهم السؤال كويس، لو حضرتك توضح. وعي المواطن المصري بأهمية المشاركة، كيف حضرتك لمسته أثناء متابعتك في العملية الانتخابية بفرانكفورت؟ أنا واثق، لأن احنا عاملين جروبات كثيرة على الفيسبوك وعلى الواتساب، كمية الناس اللي هتيجي تشارك هذه المرة في الانتخابات بإذن الله هتكون غير مسبوقة. الناس بقى عندها وعي، وخاصة في ثقافة الانتخاب، لأنها ثقافة جديدة على الشعب المصري وعلى الجاليات المصرية، إن احنا مش واخدين على كده. الجاليات المصرية هنا في ألمانيا واخدة على إن الشعب الألماني بينزل ينتخب، فبنشوف فعلا الألمان وهم حريصين جدا على الانتخابات، احنا برضو بنتعلم منهم هذه الثقافة الجديدة علينا وحريصين. أنا بطريقتي أشوف ستات ومعاها أولادها بتوري أولادها يعني إيه تنتخب، وهي دي الثقافة الجديدة لدى الشعب المصري. أستاذ صحر، نحن في مصر الجديدة، مصر الجديدة بثقافتها، مصر الجديدة بالحضارة، يعني مش بالنهضة في معمار فقط، بل النهضة الثقافية هي موجودة وابتدينا فيها كلنا مع بعض بإيد واحدة مع الشعب المصري في الداخل والخارج، إن احنا نعلو بمصر. نعم بالفعل. طب هل اهتمامات المواطن المصري خارج مصر بالعملية الانتخابية ستختلف عن اهتمامات المواطن المصري داخل جمهورية مصر العربية؟ طبعا في أي مكان كل مواطن وليه الاهتمامات بتاعته، بس المواطن المصري داخل خارج مصر، وده اللي أنا بتحدث عنه طبعا، هو بيبقى عنده الحنين أكتر لوطنه، هو نفسه مصر تبقى أحسن حاجة في الدنيا وتبقى فعلا أم الدنيا، وده ما بيحصلش إلا بمشاركة المواطن فعلا في صنع القرار السياسي.
وتشارك في صنع القرار السياسي ما بيتمش إلا من عن طريق سوق الانتخابات. لذلك الجالية المصرية هنا في ألمانيا جالية مشرفة جدا، وأنا فخور أن أنا أحد أبنائها، وأنا واثق بإذن الله أن الاهتمامات الموجودة في الوقت الحالي تطبق داخل صندوق الانتخابات. طيب، يعني في مبادرات كثيرة كنا بنتحدث عنها مصر اتخذتها لربط المواطن المصري بالخارج بدولته، إلى أي مدى بترى تأثير مثل هذه المبادرات في زيادة وعي المواطن بالخارج وعلى أهمية المشاركة؟ نعم، يعني بنشوف مثلا آخر مبادرة للمصريين في الخارج أنه كل مواطن مصري في الخارج ليه عربية. أنا بقالي 35 سنة موجود هنا في ألمانيا، عمر ما سمعت أو عمر ما حصل أي مبادرة للمصريين في الخارج. يطرح أراضي للمصريين في الخارج، يطرح شقق وبيوت للمصريين في الخارج. قدرات المصريين اللي في الخارج لم تحدث من قبل. واسمحيني أنا دلوقتي ما بتكلمش عن أي مرشح من المرشحين الأربعة. اتفضلي يا فندم. أيوه يا فندم. أنا بتكلم على الرئيس الحالي لجمهورية مصر العربية اللي هو أعطانا فعلا حقوق عمرها ما كانت معانا قبل كده، إن مصر الخارج يكون ليه كرامة، مصر الخارج يكون ليه كيان داخل مصر. لذلك مصر الخارج ابتدى دلوقتي يحس بكرامته، ابتدى فعلا يحس إن هو ليه قيمة داخل وخارج بلده. وبالتالي نتوقع مزيد من المشاركة لبناء وطنه بإذن الله. طبعا طبعا، ما هي المشاركة دي أهم مشاركة يا أستاذة سحر، هو الاطلاع في صندوق الانتخابات. هي دي المشاركة الحقيقية للمصريين الخارج، يعني وده اللي هنشوفه بإذن الله في المقبلة. يعني حينما نجد 8 مقاعد في مجلس النواب للمصريين في الخارج، يعني إلى أي مدى بترى أن مثل هذه اللافتة أو المبادرة بتزيد من ارتباطك بمصر؟ نعم، مقاعد البرلمان لمصريين الخارج دي مبادرة من ضمن أو ده حق لحقوق المصريين، إن موجود في أصوات تعبر عن مصريين الخارج وتنقل مشاكلهم لأرض الوطن. مش دي بس حضرتك، اسمحي لي أضيف عليها وجود وزارة لمصريين الخارج لم يحدث من قبل. احنا مش عندنا وزارة لمصريين الخارج، احنا انا قبل ما اخلص قبل ما حضرتك كان معانا سيادة الوزيرة سهى جندي وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، عامله معانا اجتماع زوم واحنا هنا داخل القنصليات والسفارات. فده حرص الدولة من وزيرة سهى جندي، هي الدولة المصرية أو ممثل الدولة المصرية، حريصة تمام الحرص على سير العملية الانتخابية، عايزة تشوف بنفسها المصريين قد إيه نازلين، قد إيه بيشاركوا. ففي مع المبادرات طبعا أهمية الدولة المصرية واهتمام الدولة المصريين الخارج، والقاصي والداني شايف كده، ومفيش أي مصري في الخارج يقدر ينكر هذا. طب وحضرتك يعني في مقيم في فرانكفورت، يعني إلى أي مدى بتقيس مشاركة الشباب في العملية الانتخابية؟ هو احنا دلوقتي برضو استاذ سحر لسه يوم الجمعة، ودلوقتي بتوقيت ألمانيا الساعة 5:30. الشباب هنشوفهم بإذن الله يوم السبت ويوم الأحد، وإحنا هنستمر في المتابعة مع حضرتك، يعني لكي نرصد مشاركة الشباب بالخارج في العملية الانتخابية. أستاذ ماجد سعد رئيس المنظمة المصرية الألمانية كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.